السلام البنات، اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو هذا اليوم غادي يكون في شكل داير. المهم دابا حنايا يلا جمعنا هذا الشيء، درنا الناس اللي تعاونونا دعموا من الميناج وهذا الشيء كامل. دابا يلا سالينا، ها نتوما شوف يلا سالينا الميناج. كان واحد الماتش دابا في العشيه، شوفوا ميتين كا ديالي مازال. قلت لبابا غير بالضحك المره اللي فاتت، قلت لي بابا خليها ما تحيدهاش، وبصح لقيتو ما حيدهاش. هبطت دابا راه طالع النهار الثالث وما حيدهاش. المهم عندنا في هذا الفيديو هذا بغيت نعلن بالله حنايا بابا وماما غادي يبيعوا القهوه، ومن فوق هذا الشيء كامل ما غاديش نبقاو ساكنين في هذه المدينه هذه. هانتوما بلاتي هما يجيو وكلشي غنقول قدامهم. البنات المهم دابا بابا سنا صافي القهوه سدينا وكلشي، دابا راه بابا كاين هنايا وكاينه ماما. وفي هذا الفيديو هذا غادي نعلنوا بالله حنايا غادي نبيعوا القهوه ان شاء الله. مقتنعين ان شاء الله؟ ماما مقتنعة؟ ان شاء الله الا كتب. باغا مقتنعة بقلبك؟ ايه ان شاء الله الا كتب. واش بصح تنسولك مقتنعة؟ لا حنيت. ماشي غير بغيتي تبيعي واش غير جاتك هذيك البيعة؟ لا ماشي جاتنا البيعة، هي الا جاتنا الثمن المناسب اللي بغينا حنايا علاش لا؟ انت باغي؟ صافي هذاك الشيء اللي كاين، صافي رجع البركة خديجة، رجع البركة، عاد دوزنا تقريبا ما عرفتش 33 سنة هنا، رجع البركة. زعما دوزنا وقت مزيان في هذه البلاد هذه. بالحاجه المزيانه بالحاجه الخايبه كيف ما جميع العائلات كيف ما كاع الناس، والله قال لك سيحوا في الارض ورجع البركه. وزيدوا عاوتاني انتم كبرتوا وبغيت نجمع تحف راه في مراكش هي وسعد، انت كذلك غتمشي معنا البلاصه في ما كنا حنا غتكوني تما مع حدا، ماشي معنا في الدار لا، غتكوني مستقر، غتكوني مستقر، غتاخذي المحل ديالك حتى انت وغادي تقاضي عاوتاني وتفرحي عاوتاني تفرحي عاوتاني بالفراش هذا وتوسعي عاوتاني البروجي ديالك هذا. دابا بلاتي الديور من فوقك ما غتبيعوهمش، غتبيعو غير القهوه وحنا ما غنبقاوش ساكنين هنا. لا غيبقاو الديور. عرفت الديور غادي الديور حنا غادي صافي نمشيو لشي مدينه العلم ولله فين 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 مقتربين. إلا قلتي حنايا بغينا نقربوا حدا ضوحه وسعد، إذا مراكش. إوا مراكش ولا ماشي بالضروره، ماشي بالضروره، إما مراكش إما قنيطرة إما شي بلاصه ما عرفناش فين المدينه بالضبط. شوفي العلم ولله ديك الساعة غنخمو ونتشاورو. سمعتي مشاورة مزيانة. ودابا الدار دابا تبقى قلتو غيبقاو الديور، الدار الفوقانية صافي نبقى ساكنة فيها أنا وشهد. البلاصة اللي غنكونوا فيها خديجة غتكون غادي تكوني معانا فيها، غتكوني في نفس المدينة. غتكوني في نفس المدينة، حنا ماشي بالدار غتكوني معانا في الدار. ماشي في الدار. غادي تكوني معانا في نفس الدار، فأنت غادي تاخذي دار بوحديتك. زعما على الدار يلا يلا زعما قربت نكملوها بالصلاح ديالها، والاتات دابا بقات لي السيمانه غنوري الناس الصالون ديالي، باغا ندير فيها مناسبات وبزاف ديال الحاجات. ما كاين حتى مشكل، حنايا دابا حنا كاع كتب الله كانت البيعه مثلا غنمشي حنا غدا ولا بعدا حنا غاديين، اسي مازال واحد الشهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور كاع، راه الاجراءات الاداريه راه كتاخذ وقت. سمعتيني؟ وعاوتاني وبلا ما قلبنا حنا على خاطرنا نشوفوا البلاصه اللي غنستقروا فيها على خاطرنا، ماشي مزروبين. جا هو نكونوا مجموعين في بلاصه وحده، كنا في مراكش، كنا في محمديه، كنا في قنيطره، فين ما كنا نكونوا مجموعين كاملين ان شاء الله باذن الله. سمعتي؟ انت غادي تخدمي وغادي نتعاونوا معك على البروجي ديالك ان شاء الله. هذا وحنا كذلك نخمو تاعنا عاوتاني في شي بروجي اللي يكون عاوتاني شويه مريح شي شويه. والامور غاديه هادشي اللي كتب صافي ولا يجعل البركه. انا الصراحه في هذا مؤخرا وليت شحال هذيك كنت نقول بلا بنكري ما غاديش نستقر فيها، غادي نقول لكم الحقيقه. ولكن فاش من مورا داك من مورا القرار ديال الطلاق ديالي ومورا فاش جيت لهنايا وعاوتاني درت الدار تقريبا صافي كملت 90%، بقى خاصها غير شي مثلا بحال شي حاجه بساط هذاك داك اللي الفتات الروتوش وصافي، هادشي اللي بقى خاصه. وكنت عاوتاني باغا ندير بروجي لي في بنكدير وقريت ليه الخطه ديالو وفهمت السوق هذاك البروجي عرفت ليه البلان كيفاش قاصر زعما بروجي ما تقدريش ديري في شهر ولا شهر، هادشي اللي معطلني معطلنا شويه ديال راس المال الصراحه. الفكره مازال في دماغي زعما تبقى الضو عرفت كيفاش بنكدير نتعامل مع ديك الفكره ديالي وتمشي ليا الفكره زعما مزيان وكلشي،
هادشي علاش جاتني قاصحه هاد الخبر ديال غادي يحبسوا غادي يبيعوا ومن فوق هادشي كامل ما غاديش يبقاو ساكنين هنايا. عادي يا خديجه، مساله عادي. دابا انت دابا انت صغيره ما تقبلتيهاش، سمعتي؟ هي مساله عاديه، راه كيكون حنا غادي نبيعوا غير القهوه، اما الديور لا غاديش نبيعوهم، فهمتي؟ ما نفرطوش فيهم الصراحة. أنا قلت ماشي إنسان بعد خطرة واحد يقنع ترى شي حاجة يبغي يجي لهنا يجي لهنا، ماشي مشكل. ودابا علاش ما تخلينيش أنا وسط هاد نبقاو في هاد الدار هادي الفوقانية ديالي وفوق ما جيت ما تلقاوني على حاجة وحدة خديجة، غتلقاوني موجدة لكم الشهيوات ونقي عليكم الدنيا كلشي. أنت بعيدة مني كاع ما غتخدمك الشهيوات، الشهيوات تحلى وأنت قريبة مني. شوف خديجة، حنا بالنسبة لك راه صمم أمان، خاصك ديرها في بالك، عرفتي شنو هي صمم أمان؟ راه انا غنوعدك بيه هي اللي بعنا حنايا القهوه، ضروري غادي تاخذي انتباه بوحديك كما فهمتي، غادي تاخذي دار عطيني بوحديك انا غنوعدك بها. انا حبسها شال ماشي زعما غادي تسكني معانا، غتكوني مستقله، مشكله ما نسكن معاها. لا فانت اللي انت تبغي توسع، تبغي يكون مرتاح، تبغي بزاف الحاجات، حاجه ما نسيتي تعطي الفوق بزاف ديال الحاجات الزوين عشيهم بوحديك. انا عايزه بزاف الحاجات الزوينين هذاك ما تبقيش بين انا عرفت ولكن انت اللي كان بوحديك هذا المسار اللي بديتي في الدار ديال غادي تكمليه في دار واحد اخر، غتكملي هذا المسار تكملي، ما غاديش ماشي غادي تحبسي ولا غادي تزيدي تكملي المسيره ديالك بالاستقلاليه ديالك، سمعتيني؟ غير هو اللي مهم هو نبقاو حنا مجموعين ونبقى وتبقاي حدانا حتى يسخر حتى تطمئنوا عليك مزيان. ساعة ما كاين باس غنسكن فوقكم ولا ماشي ضروري تكوني فوقنا، ماشي ضروري ربما تكوني انفاس معانا، ولكن نتوما ماشي تكريو، نتوما تشريو شي دار كبيرة شي دار زوينة. وانا عاوتاني الا بغيت ناخذ شي دار ما غاديش تكون عاوتاني بحال الدار ديالكم، زعما فهاد الوضع انا ضروري هاد المرة ما نبقاش ساكنة فوقكم. خذي دار صغيرة وطلعي كرا تقولي دار كبر منها عاوتاني طلعي كرا تقولي اسيدي هادشي كامل هاد القوة انا غنشريها من عندكم. سداها يدي شحال شوفي مع مريمش شحال الضو قولي بشحال شحال خاصك على 100 مليون شحال صغيرة 150 200 250 شحال تجوبي شحال ما تبيع. انا دابا نعيط على السيد راه حاطه لي الفلوس ديالي في الكوفر باش نقوم شي بلاصه وشحال تحتاج فلوس داكشي كاش انا كاع ما عندي مع البنكه وداكشي راه حاطه لي واحد 150 الف ريال في الكوفر حاطه حداها واحد الكارد تيمشي معاه عطيك 150 في الشهر وكل شهر عطيك 20 الف ريال بزاف طبعا قسمنا شويه لا لا نتهلا فيكم انتم راه والديا ما حد جا القهويه اللي غادي تتباع اما الديور ما غاديش يتباع هاني راه حنا الا كنا من هنايا غاديش انت تخليوك هنايا بورديزك ما غنكونوش مطمئنين عليك وبالاخص انت وبورديزك انت وبورديزك كان ماما من العائله سعيده كاع داك اللي تحاجه هذيك ميسر مجوجه براجل كان راجل مسؤول عليك ومشيت لناصر بورديزك مشيت معايا ما جيتيش معايا الناس غادي تسمع انا لا داك الساعه مشيتي مع راجل انا نمشي معاك دابا انت غوتي معاه يا اما البنت تدخل مع راجلها يا اما مع والديها هذاك الشيء اللي كاين باش نبقاو انت تكوني مع راجل تيكون هو مسؤول عليك معني حبساش عاوتاني انت تكوني معانا حنا تنكونوا مسؤولين ومطمئنين هذاك الشيء المهم انت ما عاد تخافي ما تيش حاجه كيما قلنا غادي تكوني بدارك بكل شيء والدار اللي غادي تطيح عليها يدك ماشي كبيره بزاف ماشي صغيره ولكن زوينه غادي تكون مهوية زوينه بزاف الحاجات وتعجبني انت ولا عاد واش الدار اللي ندير فوق الكريا الكريا الله الله وعلي ما نقدرش نكري على حق الله نكري من الفراش ديالها تكرني غير زوينه تاع جيب لي شهريه زوينه اه كريها ماما خليني نكسر عاصم معك الله يما نكره سوف بالفراش ديالها وداكشي والله يما نكره والله ديه معك 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 ديه مع
هذاك الشيء اللي كاين زعما الثمن الصراحه الثمن الصراحه مناسب لحقاش القهوه ديالنا ما عرفت دابا جيت نقول لكم قهوه كيفاش داك الشيء والله جاتني ثقيله لحقاش انا ما باغيش كاع هاد البيعه لحقاش انا صافي نويت نكمل ندير لي بروجي ماشي لي بروجي البروجي ديالي صغير هو ونبدا بشويه عليا وهذا ونايب ندير دغيا لواحد تيتعرف الا درتي شي حاجه هنايا بوم صافي دغيا تتعرفي لحقاش مدينه صغيره كندير بحال الارض مازال خصبه ديري فيها شي حاجه دغيا تتباني هادشي علاش بنقري واحد بنقري هو براسو مشروع فهمتي هادشي كاين ما شوف واحد يقول الله سبحانه وتعالى يجعل الخير في المال الطبيعي اللي عندنا فيها خير والله يا ربي تبان ما عندناش فيها الخير لا ليس فيها امين والله الا شوفي انا قضيه انا والله الا كنفرح بالقضاء ديال الله خير الخير ديالو والشر ديالو القضاء ديالو راه كاين الدعاء تقول لك اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه سمعتي حنا كنقولوا دائما حياتك تقول لي نبيعوا الديور وكل شيء وانا ما بعرفش ولا وافقت ولكن هذا العام هذا اخر الشهور الاخرين كنت نقول زعما علاش بدات حنا نمشيو نبدلو هذه المعارضات اللي بغيت نقول لكم بالله الفيديو اللي بغات تشوف القهوه ديالنا ولا شي حاجه راه غنحط لكم الصندوق الوصف راه فايته شحال هادي درت لكم جوله على القهوه ديالنا جوله مقاده مزيانه بكل شيء غنحط لكم هذاك الفيديو في صندوق الوصف واللي زعما بغات كانت انتريسي بلا كذوب بلا حتى شي حاجه صيفط ليا في الانستغرام وغادي نجاوب تقول لي انا راه انا جيت على قبل القهوه انا انتريس وداك الشيء غادي نجاوب الانستغرام ديالك حتى هو غادي نحطو والقهوه ديالنا راه جات في الشارع الرئيسي كاين شارع رئيسي واحد في بنكرير نقي هذا الشارع 100% هو الشارع الرئيسي في بنكرير نقيو كلشي فيه القهاوي فيه المحلات واحد القصاري عاوتاني من القهوه ديالنا تقطعي الطريق نيشان اونفا شحال المتر تقريبا 20 متر نيشان غيقطع هذه الطريق واحد القصريه كبيره اكبر قصريه كاينه في بنكري غادي تتحل ان شاء الله شي 3 شهور هكاك صافي غادي تتحل طلونصا والقهوه ديالنا جات على الشارع وشوف المهم على الشارع و ها مزيان صافي وعدنا الكليان ديالنا كليان محترم كليان محترم محترم بزاف صافي البنات انا غادي هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم البنات هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم صافي نتمنى هذا الفيديو هذا يكون كان عجبكم ونتمنى الراي ديالكم وكل شيء وقولي شنو بان لكم في هذا الشيء حتى نتوما بحالنا حنا تنتشاوروا في الدار بحال هكا لا ما خاب من استشار والله يجيب لي فيها الخير الا فيها الخير الله يسهل فيها الا ما فيهاش الخير المعاش ديالنا والدين ديالنا والمستقبل ديالنا نطلب الله سبحانه وتعالى يعكس البيع ديالها ونبقى فيها وانا فرحان الشاه تقولي امين امين تلقاو فيديو جديد كحسن من هذا بسلام رفعت الجلسه الى اللقاء